محافظ كركوك خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم تزويد منتوج البنزين ابتداء من يوم الأحد المقبل بسعر 800 دينار للتر الواحد في جميع المحطات الأهلية في كركوك وبالكربونات المجهزة. الدكتور نجم الدين كريم أكد خلال المؤتمر الصحفي أن هناك جهودا حثيثة لحل شحة البنزين في كركوك بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة. مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية للمنطقة الشمالية فاضل شفيق كشف عن أن هناك اتصالات مع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية لاستئناف تزويد كركوك بحصتها من منتوج البنزين بالسعر القديم خلال الأيام المقبلة. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. أعلن الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك عن توفر مادة البنزين في المحطات الأهلية بكركوك وبسعر 800 دينار عراقي للتر الواحد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة وبحضور رئيس مجلس المحافظة وكالة والمدير العام لتوزيع المنتوجات النفطية بالمنطقة الشمالية وعدد من سائقي المركبات الأجرة، حيث ستفتح أبواب المحطات الأهلية أمام المركبات يوم الأحد القادم بشكل رسمي، والبنزين سيكون بالكربونات من يوم الأحد القادم. ونتيجة الجهود التي بذلناها مع الإخوة في أقسام شركة نفط الشمال وغاز الشمال ومن ضمنها المنتوجات، تمكنا من إيجاد حل لمساعدة مواطني كركوك ورفع العبء الثقيل عنهم نتيجة ارتفاع أسعار البنزين في كركوك. فمنذ يوم الأحد سوف يتوفر البنزين لمواطني كركوك في المحطات الأهلية المقررة لهذه المهمة بسعر 800 دينار للتر الواحد. ونتمنى وبعد فتح طريق بغداد كركوك أن يأتينا حصتنا من البنزين بحيث نتمكن من إنزال السعر إلى ما كانت عليه من قبل، وهو السعر المدعوم من الحكومة. لأننا نتطلع إلى التعاون مع معالي الوزير الدكتور وصديقنا عادل عبد المهدي في هذا الشأن وفي شؤون أخرى متعلقة بحقوق كركوك المنصوصة في دستور العراق بشأن النفط والغاز والموارد الطبيعية في محافظتنا. نحن سوف نتابع جميع هذه المحطات، وأي تلاعب بنوعية البنزين وبأسعار البنزين سوف تؤخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين. وكذلك أريد أن أذكر الباعة المتجولين في الشوارع بالتخلص من المنتوجات الموجودة عندهم. آخر موعد هو يوم السبت مساء، ومن يوم الأحد سوف نبدأ بمصادرة وغلق جميع المكانات الغير المجازة لهذا الغرض. فيما أعلن فاضل شفيق مدير عام توزيع المنتوجات في المنطقة الشمالية عن الجودة العالية للبنزين الذي سيتم توزيعه على المواطنين وآلية توزيع البنزين. يتم تفريغ هذا البنزين في مستودعات حديد كركوك، وهذا البنزين من يروح للمستودع ينفحص هناك أوكتان ماله 93، ينخبط عندنا مادة في شركة غاز الشمال اسمها نترا غازولين الطبيعي، ورا ما ينخبط يصير أوكتان ماله 80، يعني صالح هذا البنزين، صالح من يطلع من المختبر كأنما بنزين مال بيجي جاء، نفس الشيء ماكو فرق. ريبور طالباني أعرب عن أمله في إنشاء مصفا في كركوك من خلال التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية. هذا الإنجاز الذي إن شاء الله ستقدم من يوم الأحد بوصول البنزين للمواطن بسعر مناسب إن شاء الله لحد وصول الحل الأزمة بشكل نهائي، وهي عن طريق فتح الممرات الآمنة لوصول المنتوج إلى محافظة كركوك بالكواليتي والنوعية الجيدة وبالسعر المناسب للمواطن. ومساعينا القادمة هي الاتفاق مع وزارة النفط بالسرعة الممكنة لحل الأزمات التي كنا نعاني منها سابقا، وذلك بإنشاء مصفى
عملاق في محافظة كركوك، إما عن طريق الإدارة في محافظة كركوك أو عن طريق الاستثمار. ألغرد حسن، فضائية كركوك. إلى ذلك أكد الدكتور نجم